حسبي الله ونعم الوكيل. واحد الراجل كان غير كيجي لعند عمتي كيمشي لعندها ويجي حتى تنصب عليها، دالها رزقها، دالها فلوسها، دال الذهب ديالها، ودابا مهددة. انا جاتني الورقة ديال الافراغ باش نخرج للشارع انا وبناتي، انا غير ارملة، لا حنين لا رحيم. عندي البنات بجوجهم مراضين، انا بالسكر، بناتي مراضين بالسكر. هادي كدي علي ندير الدياليز، دايرة عملية. لا حسبي الله ونعم الوكيل في هذا السيد هذا اللي دانا رزقنا بالشهود ديال الحومه، بالناس، بكل شيء، عارف الحقيقه ديالنا. واليوم جاتني الورقه ديال الافراغ باش نخرج انا وبناتي، وراني لا حنين لا رحيم من غير الله سبحانه وتعالى وجهكم العزيز وسيدنا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في هذا السيد هذا اللي باغي يشتتني انا وليداتي. حسبي الله ونعم الوكيل، ما نسمحولوش حتى الغدا قدام الله. انا يا ما مكفياش حتى مع راسي، عادي خرجني الزنقه نوض نكري، ما عنديش حتى الصحه باش نخدم، ما عنديش حتى الجهد باش نخدم. هانتوما كتشوفوا الحاله ديالي، انا يا بناتي دائما نعسين في السبيطارات، دائما باغي يشردني. انا حتى العيد ما عيطتش، هما غير الجيران اللي عيدوا ليا، الجيران هما معايا كاملين وكل شيء عارف الحقيقه شنو واقعه. واليوم كيقول لك لا خصني تخرجي من الدار، هذا غير ولد صاحبتها، هذا الراجل هذا غير ولد صاحبتها، وهذا راه معروف في القصر الكبير. لا عمتي راها كتموت وكتغوت وكتقول لك انا ما كتبتلو شي، واش ما بين الكتابه والموت ديالها يلاه 4 شهور كيقول لك كتب، كي دايره هذه الكتابه؟ واختو كتقول لك خاي غير طمع، رزقكم غير يرجع لكم، وهما بالعاني غير كيطولوا بينا المده. هذا الشيء كله داروا له هو واختو. حسبي الله ونعم الوكيل، الا ضيعنا في الدنيا ما غنضيعوش في الاخره. باغي يشردني ويشرد لي بناتي، راه ما نسمحولوش حتى الغدا قدام الله. ومراضين دابا، المشكله ان مراضين، وانا هي كنقول لك راني لا حنين لا رحيم، ما عنديش حتى الصحه باش نخدم. انا براسي راه ربي اللي عالم بيا، انا براسي راه السكر كيطلع لي حتى 5 الغرام، ما عمرو قابلها، كانوا مقابلينها فلوسها ورزقها. عمتي ما عمرها كانت مسكينه ولا درويشه، راه كلشي عارفها برزقها وبخيرها وخميرها. عمتي راه عاد باعت دار، دالها الفلوس ديالها، دالها الذهب ديالها، دالها كلشي، ما كتبت له حتى شي حاجه. عمتي هو قال لها غادي تمشي للطبيب، دايها داها هي عند العادل وقيد عليها. انا وخوتي، وخوتي مساكن غير دراوش، عندي واحد خاي مسكين راه لا حول له ولا قوه، راه حالته لا حال، الا ما عطيتيهش يشرب ما يشربش، ولا ما عطيتيهش ياكل ما ياكلش، راه ما كيعرفش ما بين الخايبه والمزيانه. وعندي خي الاخر مسكين راه كيبات غير في كراج باش يعاونني فلوس الدواء ديال البنات. حاله ماشي حاله، ماشي نقول لك صعيبه، هما الجيران هما الناس كلشي عارفني. الحومه ديالي راه معروفه، يجيو غير البزبوز زنقه السعود ويشوفوا الحاله ديالي، اي واحد كبير وصغير كيشوفني. قلت له عطيني غير سكنه باش ما نتشردش انا ولادي، قلت له عطيني غير السفلي، انت شوف السفلي كي داير كله مخرب، قلت له عطيني غير باش ما نخرجش نتشرد انا ولادي، وما بغاش. قال لك لا دارو، قال لك دارو باغي ياخذها، وهي الحومه كلها عارفه بان راه غينصب. جات اليوم، جات عندي اليوم، عطاتني مهله ديال اسبوع، اسبوع شنو غندير فيه؟ ما عندي لا حنين لا رحيم من غير الله سبحانه وتعالى. وشي محسنين كان طالب نبقى في دارنا ما نخرجش، على الاقل يعطيني بعدا غير السفلي، اولا شي محسنين اللي يوقفوا معايا. حنا الجيران ديالنا ولدي وعززت علينا هي وهاد البنيات، غيتشردوا للزنقه وغيبقاو في الزنقه كيدوروا مساكن وعتامه، وكل شيء مريض بالسكر، كل شيء طايح مساكن، يوميا كتجي لابيلانس كتديهم. اللهم من هذا منكر، والدار ديال عمتهم ماشي تا ديالو، هو كان كيجي عند عمتهم وكان كيوقف مع عمتهم، ولكن هاد الدار عمتو قالت له انا ما عطيتكش باش تسكن في الدار كلها، انا عطيتك حيت هاد الناس ما كانوش، انا عطيتك السفلي. هو مداها عند العدول وكتب عليها وقال لها عطيتك 20 مليون، اللهم من هذا منكر. 20 مليون مشات في 4 شهور. 4 شهور، وحنا الجيران اللي كنزوها، وحنا اللي كنزناها في الحومه. الجيران هما اللي عملوا لها. حنا اللي تفرضنا وعملنا لها الكنازه ديالها، حنا اللي عملناها لها. هو جولت فيها ودا وبغى يخرج هاد الدراري، بقى مرقدهم، بقى مرقدهم حتى الاخر عاد مشى دار بهم دعوه، حتى وفات هي 4 شهور المراه ماتت. 4 شهور المراه ماتت، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. وكيقول لك كيدير الخير وكيدير، وما كيدير غير الراجل كينصب على عباد الله. انا غنقول له، هو واخا هو جاري، انا غنقول له ونقلت له في وجهه، بايلا منين جاو البوليس قلت له، هي ما كنعرفوهاش، ولكن هو ولد الحومه ديالنا، ولد الحي ديالنا، اللهم هذا منكر، ولد الحي ديالي.
نصب على هاد المراه هادي وخلى الوراثه ما داو حتى حاجه وهو دا هادشي. اللهم هذا منكر. كنقول له كان رغبوا انا كنقول له انا والجيران كنقول له عطيوها عفة تسكن والبقيه ديها. دابا هو نفذ عليها وغيدي الدار وهاد المراه غتشرد في الدوقه. لا رحمه ولا شفقه. بلا رحمه ولا شفقه. حنا هاد المراه هادي اللي توفات جارتنا وعندها اربعه ديال خوات اولاد خوها، عندها جوج البنات وجوج الاولاد. هذا الراجل هذا وهما كاملين ولاد الحومه ديالنا، ولينا حنا ما بغيناش هاد الدراري يتشردوا ويخرجوا للزنقه يتكرفصوا عليهم. البنت عندها 8 غرام ديال السكر، اختها اخرى عاوتاني هكاك امهم مريضه بالسكر. حنا كنطلبوا من الله ومن المحسنين، راه لا حنين لا رحيم. خوها واحد مريض حماق في المحطه ديال فاس، خوها واحد معذور. واش ختها مزوجه بولد الناس غيخدم عليها؟ ما غيخدمش عليها، راه غيدير معاها مزيانيه ولين الله يكون في العون. راه حتى هو عنده وليدات وحنا ما بغيناش هاد الاولاد يخرجوا يتشردوا، ما بغيناش هاد البنت حتى هي. ومشينا عنده ورغبناه وقلنا له شوف انا بيدي اعطيها السفليت دير راسك بحال اللي حجيتي به. قال لي لا ما نعطيش. ولاد من الحومه تخرج من الحومه تخوي الحومه. راه حنا هاد حنا وهذا مشينا عنده حتى للحانوت وانا بيدي رغبته طحت له على كتفه وقال لي وغدا نرد عليكم الخبر. لا غدا ملي ولينا لعندو قال لك لا ما هادشي ما كان منه حتى شي حاجه. الدور ديالي تفاجات بلي هاد السيده هادي كنعرف عليها ساكنه في الدار ديال عمتها، وتفاجات الصباح لقيت السلطه قال لك جاها التنفيذ بغى يخرجها هي وليداتها وهي ما عندها فين تمشي، والجيران ضامنوا معاها مساكن ورغبوا السلطه وقالوا له عطيها شي اسبوع هكا ولا هادي، ولكن هاد الاسبوع ما كافيش لحقاش هي الوارثه الشرعيه ديال هاد الدار هادي. وهاد السيد هذا كنعرف عليه كنسمع عليه بالله دخل ونصاب على هاد الناس هادو، دار راسو كيقابل المراه وكيديها للطبيب وهادي، ولكن هو نصاب عليها قانونيا وهي براسها تفاجات تجاهها الافراغ. وتفاجئنا كاملين وكنطلبوا من السلطه توقف مع هاد اليتامى واللي اللي جعل ربي يوقف معاه، اللي وقف مع هاد اليتامى هادو راه هما محتاجين بالصح الواحد اللي يمد لهم يد المساعده. والله ينصر سيدنا. طبعا الواحد ما كيرضاش بالظلم، وتا الجيران ديالنا ما رضاوش انهم يتظلموا ويتشردوا لحقاش هما بنات. والله يجعل ربي يوقف معاهم ويمد لهم يد المساعده والله ينصر سيدنا. هادشي اللي كنطلبوا من الجميع.